أدب وبهالزماني ماشي يعني بيجني أدب يعني أبان علماء بين ياسين كيبت كان تعريف بجن اجتماع خصال الخير في العبد بجن أدب أبايا كو نشانة باش مروفة كده هبل نشانة خراب تغل هبل دي بجنة في مروفة مؤدبة طبعا بالتأكيد عم فيزاني اجتماع خصال الخير في العبد أي عبد كان ولو عبدا حبشيا أيا كان ما طول أنا نشانة فيه مواصفات فيه يتخيرنا ويتباشينا خيرا دين الدنيا بخوب وغير خو ديارة أذى مروفك خدا أدبا خدا تورا فعلا تور أدب إيكن يعني دابتا أطفو التفسير بو إيكودو الإمام ابن القيم الجوزية خدي تعالى جرازبة بين ياسين كادب أدبك يعني يا محترمة قالك وقالك إمامك معروفة ابن القيم الجوزية تلميذي الشيخ الإسلام ابن تيمية رازمين أخذ العلماء ما بتأذت عامل وعلماء ما أذت هذا وذا خذت على وجه شيكة ورب العالمين باشد ما رحمة بيبت خراب ما ديس رحمة بيبت شيكة إن شاء الله إمام ابن القيم بيشتن والأدب هو الدين كله صحيح الأدب هو الدين كله بيشت أدب دين همي أو أدب هما دين همية يعني بمعنى شل مروف خدان دين خدان إيمان خدان تقوى أو يمؤدب أدب أو يلمكوان كسافت بجن لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني بس كان متناقضنا بينها يعني بلا يعني خط رجعها بت قالك تي بجن لا إله إلا الله وقالك تي قصتهم زيارتان كذا لكن بالتأكيد ما المستوى المطلوب الدرهقة أدبي دا ترسطى بيغمبري دا صلى الله عليه وسلم بس هنا بتقاعدة قاعدة عام مروفت بسلمان مؤدب درهقة بيغمبري دا صلى الله عليه وسلم يعني تحد حقوق بيغمبري صلى الله عليه وسلم سامروفي واجب بيغمبري السلمة واجب ما درهقوي دا درهقوي ديني دا أو بيهاتي وان احكامه ووي تشريعي او بهاتي بالتاكيد اگر بسلمان نبن بخداني في ادبه بالتاكيد او نب سلمان ام بسلمان فاسد ام يتمنافق ام بسلمان الجنسيه ده لكن كاساس اسلامك بنا ازبار كم احترام وادب وان قليك انترس وانا به ابن نبشكر ويد متدين بتشتكي معلومه اما اگر ايك نبشك كتو صليت اللسانة أبنى بتقاعدة أبنى شاذة لكن أم بجن كمبدأ جبار هندي بيشتن والأدب هو الدين كله أبا حسب الزمان تعريفك يا زماني أم بين ياسينك يا بسيط أما علم الأدب يهي علم الأدب كو أم تخينين احتمال المدارس وجامعات وأدب إلى آخره أي أدب تشتشتا أو أفضل ما تشتشتا علم الأدب يعني بيشتن علماء بيجن علم الأدب أذيام مروف إصلاح أزمان خوب كتن أزمان خو إصلاح كتن وآخفنا خوش إصلاح كتن حتى آخفنا مروفي يعني السر حقية بتن سر نحقية بتن آخفنا باش تهل بجيرتن يتباقش يدمهذب ومحاولة بكت أزمان خوب بارزتن شخلتي وشقناها طبعا هذا من ترجمة تعريفة يا عربي ترجمة موجود يعني أدب أبي علم الأدب أبي يعني إصلاح اللسان والخطاب وإصابة الواقع وتحسين الألفاظ وصيانته من الخطأ والخلل طبعا هذا تعريفة كعربي معنوي أبو يمن بكرديغوتي يعني إنسان هو صعب تراسته أبي فعلا يبتورة يبأدبا دي باشا قالي بسلمانا أبا تعريف أريد أبزفرين قالي بسلمانا أميد بيشن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معنى في أقف نتشيان الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدب قال بيغنبري أدب قال بيغنبري شيئا صلى الله عليه وسلم علماء التربية والأخلاق يد بسلمان تعريفك قالك جون داني بيشن أدب قال بيغنبري صلى الله عليه وسلم بجد كمال التسليم له كمال التسليم له والانقياد لأمره وقبول خبره
وتطبيقه في الواقع. دي هذا نعرفناك يا عادية بيشتن أدب قال بيغنبري أذايا صلى الله عليه وسلم أم تماما تسليم بيغنبري من صلى الله عليه وسلم تسليم خلاص هذا إذا تسليم علامة سبيراكة بيشت يا رسول الله أس تسليم تبوم تو أمر من أس مأمور تتشاد بيجامن بك هندين بيشي بديكم تتشاد بيجامن ناك هندين بيشي بتسناكم أبا تسليم مروف انقياد يعني بكت بو اوامرتوي يعني او اوامرتوي بمروف بن قائد يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بتا امام مروفي يا رسول الله تشحل الكريا ازيد قلته يا رسول الله تشحرم كريا ازيد قلته ازيد قل حلالي ازقل حرام انم ازيد قل باشي ازقل خراب ينينم قبل كتن اخنا بيغمبر صلى الله عليه وسلم تماما قبل كتن وتصديق جيب كاتن باري بهابتن وبشت كعمل جيب كاتن أذا بدك البيغمبر صلى الله عليه وسلم طبعا أذا قالك ما ظنها يعني أجر عن باخذين دبيت مجلدات أصر في أخذني باخذين بالتأكيد يعني بمعنى خلاص تو لازم تسليمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم السروي تشريعي وقانيني أو منهجي أو بيغمبر بهاتي صلى الله عليه وسلم بيتو يعني تحقي اعتراضي هبتن بو چنكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم همي قتنه توي همي كرياري توي همي تصرفاتي توي وحيا دي وحيا يعني من الله سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي طبعا بشر پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكما لكن يوحى إليه يعني پیغمبر وحي بوتيتن وحي من الله سبحانه وتعالى وحي حق همي آية دي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يعني أخنا بيغمبري صلى الله عليه وسلم نعن هوايا نوك يوميا أخناوي وحيا وقت وحي بت خلاص هذا واجب بسلماني واجب مروبي احترام أدب وطور در حق في الدين ايضا در حق رب العالمين ده سبحانه وتعالى در حق پیغمبري ده أبايا تسليم وجهدان وتطبيق بتردد بمجال تشريع ده مجال ويدا ثوابت الدين ده أما غير ثوابت قالي شبابا وقالي أستاذة يعني خندبا وقتين بيجن واجب ما اتماع يعني اتباع بمناقشة أبد ثوابت ده النات متغيرات هذا تشتي متغيرات مثل حياة الدنيا ومعاملة الدنيا والعلوم الكونية طبعا ما رأيها هيو خلق رأيها هيو مناقشية هيو تو استيراد بكي تبريني لا مانعة بشرط لا يصطدم مع نصوص الشريعة أما وقتا بيجن واجب اتباع يعني بيغمبري صلى الله عليه وسلم يقول دراوانك فيتو دراوانك يعني رجاكنين رجا بيتن بيشت والله دراو ادباشن وراسية خرابة معقول منا تنك الصدق أخلاق ثوابت الدينينا عقيدة ثوابت لنظر معنى ثوابت يعني أبا نالب لبن أبا ديوكي خمين أبا تماما أبا قاهما أبا محكما ثابتا قاهما صلبا يعني إيمان رب العالمين سبحانه وتعالى إيمان أركانة إيمان وأركانة إسلامي إيمان قرآني إيمان بنبيجي تطبيق بروجي هذا ثوابتنا هذا واجب ما أبايا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا خلاص يا ربنا ما قلبوا وما تطبيقك خلاص كبا أبا ثوابتنا أما موضوع يعني معاملة وموضوع تطورات الزمن وتطورات العلوم الكونية أحسبها كديا بما هي عقل خود إسلامي عقل تعطلنا كديا حتى يبجي ولا فهما أوتوماتيكية وهما يعني لا حول لنا في مجال التشريع في مجال الثواب في مجال الإيمان في مجال العقيدة مجال التشريعي ثابت بالنصوص القطعية موضوع أخلاق هذا نعم أبا يهوصايا طيب يا أخي العزيز أبي أذب قال بيغمري صلى الله عليه وسلم نعم إذن نكا هجمار دو ما هي مظاهر الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما هي علامة أدبنا واحترامنا وتقديرنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الذكرى ما
من شانة سيدة هرتشتك على ما